إنجازات أصحاب الهمم في أبو ظبي لم تقتصر على ميادين التنافس والملاعب الرياضية فحسب، بل كان لها بصمات أخرى في عالم الفنون والرسومات من خلال هذا المعرض الخاص بفنانين أصحاب الهمم. معرض فني لأصحاب الهمم قدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية واللوحات والمنحوتات التي نفذها عدد من الفنانين من ذوي التحديات الذهنية، بالإضافة إلى فنانين قدموا أعمال تضامنية لهم، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات الألعاب العالمية للأولمبيات الخاصة. ويسعى هذا المعرض إلى إبراز مواهب أصحاب الهمم في مجالات مختلفة تتعدى حدود الرياضة، وخاصة بأن هذا المعرض يقام في قصر الإمارات، أحد المعالم السياحية في الإمارات، ويستمر المعرض حتى 23 من مارس ليكون هذا المعرض متزامنا مع الأحداث الرياضية للأولمبيات الخاصة. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.